التعبير عن الأفكار والمشاعر والمشاريع بيختلف من شخص لشخص. البعض بيعبر بالموسيقى، والبعض بيعبر بالكتابة، والبعض بيعبر أيضا بالرسم بالألوان وبأفكاره، يعني بطريقته الخاصة. والفكرة يا بشار أنه ما عاد الرسم بس بالألوان، صار في كتير وسائل حديثة نحن ممكن نستخدمه، لأنه مثل ما عودناكم دايما ببرنامج دامسكو في حصة مخصصة للشباب المبدع يلي عم يحاول يثبت حاله بأي مجال يبدع فيه. رح يكون معنا اليوم من رواد السوشيال ميديا الشاب نصر سلامي، وأيضا هو رسام وأيضا مبدع في مجال الديجيتال آرت. رح نحكي بكتير تفاصيل، ورح ينورنا ويكون معنا ضمن استديو دامسكو. يا أهلا وسهلا فيك نصر. أهلا وسهلا فيكم. يعطيك العافية نصر. أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. نصر كمان جاي من طرطوس اليوم. من لدقيقة. الحمد لله على السلامة معناتها. الحمد لله على السلامة. نصر، خلينا بالبداية نحكي، دائما السؤال يسأل يعني لأي شخص بيمتلك موهبة، إنه منين بديت؟ أو ليه رحنا للرسم؟ أو ليه رحنا للألوان بشكل عام؟ تماما، بلشت من لما وعيت وبالمرحلة الدراسية كنت لاقي حالي إني بحب هاي الموهبة. وكنت بأغلب الأوقات عم برسم، فلقيت حالي بهذا المجال وطورت حالي حتى وصلت لها. يعطيك ألف عافية. بدي انتقل مع حضرتك لموضوع دعم العائلة. يعني اليوم خليني أقول لك، كبنت بترسم الأهل بمرقوها، بس كشاب بيرسم يعني كتير منسمع طلطيش إنه إيه، أنت لازم تشتغل، لازم تأسس حالك، لازم عندك كتير أشياء أهم من إنك تروح لهي المجالات يلي هي مواهب وشغف وهالقصص هي. تعرضت لانتقاد بهذا المجال أو لا؟ حسيت إنه الأهل معك، حابب أنت هذا المجال، أوكي روح ونحن وراك وبظهرك. تماما، الفن ما بحس إنه له جنسية محددة. يعني الفن لا يقيد، بدون قيود. لا، ما تعرضت لا ابدا ولا لا انتقاد بهذا المجال. هو يمكن يكون بلا قيود، بس نصر ما بتحس انه هو لا يعتمد عليه كمصدر دخل او كحياه؟ يعني نحن اليوم مثلا ظروف الحياه صعبه على الجميع، وعم نشوف لا يعتمد على الفن بشكل يعني هيك لحاله، انه الواحد بيعيش من الفن. هلا اذا الانسان حاول يطور من ذاته ممكن يوصل لمرحله انه ممكن يعتمد على هذا المجال كجانب فني. صحيح نصر، اليوم عم نشوف مجموعه من الاعمال على السوشيال ميديا بما يتعلق بالديجيتال ارت، ولكن الاساس هو للورق، هو للقلم، هو للالوان. تمام. في نقله نوعيه صارت بهذا الموضوع، خبرني شوي عن مرحله القلم والورقه والبورتريه الابيض والاسود. خبرني عن هاي المرحلة وليه رحنا رجعنا للديجيتال ارت اللي رح نحكي عنه كمان بشكل مفصل. تماما، هلا بداية الرسم باللوحات الفحم. ممنوع الغلط بهذا المجال، بمجال الفحم. ما فيك تمحي، معك قلم واحد بدك تدرج فيه. اما بمجال الديجيتال ارت، مجال متوسع اكثر وفيه كثير برامج بتساعد على تطور هذا المجال. الرسم بالفحم ممنوع الغلط، يعني انت ممنوع الغلط، ما فيك تمحي، صعب في جدا انك تمحي. او صار مشكله بتعيد، باي باي بنرجع نعيد. اها، يعني اليوم المشكله ما بغلط. اها تمام. طيب هي اللي ما بغلط اجت نتيجه تدريب وخبره ذاتيه، او انت خضعت لدورات معينه؟ خبرنا اكثر. اجت بعد خبرة من 7 سنين مهنيا، واللوحة اللي أنا عم أقدمها لازم أنا أكون رضيان عنها بداية. ومن بعد الخبرة بيبطل في الإنسان يغلط بسهولة. هو الخبرة يعني بده دقة عالية وتركيز. الخبرة بتجي من التجربة، خليني أقول لك، يعني أكثر ما الواحد بيجرب وبيغلط بيتعلم. بتجي من التكرار. حلو. وانك تكون دقيق جدا بالرسم ومركز كثير. حلو كثير. حلو. اليوم موضوع الغلط، انا وقفتني مشكله الغلط انه انت بدك تعيد من الاول، هي بحد ذاتها مشكله. اليوم الديتيلز يلي لازم يوصل لهم الشخص بما يتعلق، اليوم عم نتعامل مع وش، عم نتعامل مع تفاصيل، مع عيون، بالنسبه للصبايا، ايضا بالنسبه للشباب بما يتعلق باللحيه الى ما هنالك، وعم نشوفهم موجودين بالصور الصراحه عم يقطعوا الشاشه. اليوم لنوصل لهي الدقه شو بحتاج انا؟ بحتاج مكان معين، بحتاج جو معين، بحتاج خبره معينه، او قلم يمكن اوقات، حتى موضوع القلم اللي عم بستخدمه انا بيعطيني هي النتيجه. بيحتاج تركيز عالي، انك تكون انت كثير مركز على اللوحه اللي عم تشتغلها، وتركز بكل شخص على الشيء الحلو بملامح اي شخص، تركز عليه باللوحه. قديش لازم وتعطي جماليه اكثر معناها الشخص ليصطاد اللقطه صح؟ طبعا، وتعطي جماليه باللوحه، باللوحه انت فيك تتحكم وتجمل اكثر. تمام. طيب نصر، موضوع خليني اقول لك التعليم والتدريب وهالقصص هي، انت بتشوف هذا المجال يدرس؟
يعني انت مع فكره انه نحن نجيب، خليني اقول لك على المرحله العمريه الصغيره الاطفال نجيبهم وندربهم، انه هدول اشخاص قابلين لانه بالمستقبل يصبحوا فنانين، او لا بتلاقي الموضوع فتره اكثر من انه معتمد على التدريب وهالقصص هي؟ هذا المجال بده شغف، بده حب، يعني اذا شيء ما بتحبه ما فيك تتعلمه، اذا في شغف وفي موهبه اكيد بيقدر يتعلم. حلو. اليوم اذا بدنا نحكي عن الديجيتال ارت، خلينا شوي نروح للديجيتال ارت، ليه انتقلنا لهذا المجال؟ صار مطلوب اكثر، العالم بتحب هاي التفاصيل اللي عم تطلع بالديجيتال ارت اكثر من رسم اليد بشكل عام. هلا انا ما انتقلت، انا ضفت لرسم الفحم الديجيتال من شيء 3 سنين. نحن بزمن السوشيال ميديا هلا القصص الترند، الالوان، استكرات، هيدي كلياتها بنضيفها بالديجيتال ارت، لانه بالفحم نحن مقيدين بسيستم معين. اليوم ديجيتال ارت بشكل عام عم بيضيف اشياء جديده، خبرني شوي عن موضوع الاستيكرات، عم شوف ايضا طبعا شبيه بال اذا بدنا نقول الكاريكاتور عم يشتغل نوعا ما عم يستخدم بالديجيتال ارت كمان، خبرني شوي. تماما، حتى الديجيتال ارت بمجال اللوجو كمان. وفي برامج كثير بتساعد بالديجيتال ارت مثل السكتش بوك، وبرامج كثير بتساعد بيكس ارت، في كثير برامج بتساعد. وفي الانسان يطور حاله عن يتابع فنانين كبار مثل ما انا عملت، انا حبيت اطور حالي واني ادخل بهذا المجال كمان اضافه لنوع من انواع الرسم. حلو. وطورت حالي والحمد لله. يعطيك الف. طيب ذكرت موضوع انه اليوم ديجيتال ارت ما بيعمانه، خليني اقول لك، مقتصر على اني انا ارسم شخص او بورتري او وجه لحدا، وانما فيني استخدمه بمجالات عديده، ومؤخرا صرنا نشوفه بكثير اشياء مثل كرت الدعوه تبع العرس، كروت دعوه لمناسبه لمؤسسه معينه، وهي الاشياء خليني اقول لك عم تكون مصدر دخل جدا عالي بما يخص الديجيتال ارت بالتحديد. رحت انت لهذا المجال بعيدا عن موضوع اني انا ارسم شخص وطلب مني لوحته، يعني تعاملت مع شركات، كيف لقيت التجربه، او لا بعدك عم تحضر بدك تكون متمكن اكثر لحتى تخوض بهذا المجال؟ انا لسه عم طور حالي بهذا المجال، بلاقي لسه عندي وقت اكثر، لسه ما جاي اي تحمل مسؤولية نوعا ما اليوم هذا الجانب، اني انا بس بلشت اشتغل مع شركات المفروض اكون واصل لليفل انا راضي عن حالي فيه؟ اكيد المسؤولية بتكون اكبر، لازم انا اكون راضي عن حالي وعن شغلي حتى المتلقي يرضى هذا الشيء. صحيح. نصر، اليوم شو المراحل اللي خبرتنا انه انت تعلمت لحالك وتدربت لحالك، تابعت اشخاص، اليوم الشخص ليوصل لمرحلة يشتغل ديجيتال ارت بحاجة لخطوات، خبرنا اليوم بالنسبة لتجربتك، وأيضا خلينا نخبر الأشخاص اللي حابين أيضا يخطوا هاي الخطوة بمجالهم أو بشغلهم. بمجال الفن عامة بهاي الأوقات اللي نحن فيها السوشيال ميديا كتير بتساعد، في جروبات كتير هي معارض للفنانين بيقدروا يعرضوا عليهم لوحاتهم، يستفيدوا من خبرات غيرهم ومن خبراتهم، فيهم كمان يتابعوا فنانين عالميين بأي مجال بحبوه ويستفيدوا من خبراتهم ويطوروا حالهم ويستمروا، لأن الاستمرارية هي أهم شيء. تماما. اليوم يعني كثير من الحالات اللي ممكن تمرق مع الشخص، البعض يصاب بحالات اذا بدي اقول مو ملل، بهيك تبع انه انا خلص ما عاد بدي كفي، او صعوبات اذا بدنا نقول. اليوم هذا المجال فيه صعوبات، وصلت لمكان انه انا ماني قادر اخطي خطوه جديده لانه خايف، لانه تعبت، لانه ما بعرف شو اللي راح انجح فيه ما راح انجح فيه، وصلت لهي الحاله؟ اكيد نحن يعني الفنانين بالنهايه بشر، بمر بظروف، بتمر بفترات بتكون فاقد الشغف بهي المهنه طبعا، بتمر بفترات لازم، بس انت ملتزم انك تسلم الاوردر بالوقت اللي هو فيه، بدك تكفي بالنهايه لانه بدنا نعيش. صحيح. اليوم قديش الاوردر بده ليطلع الصوره او اللوحه؟ حسب كل صوره بتاخذ وقتها، حسب الشخص، حسب الدقة، حسب الصورة، حسب في صور فيها ملامح كثيرة، تجاعيد كثير، فيها شغل أكثر. تمام. كل صورة عن صورة بتختلف. تمام. طيب نصر، بدي اليوم أنا زبونة وبعثت لك صورة بغض النظر عن محتواها، وإنه بدي تعمل إياها على ديجيتال آرت، تضيف لي عليها موضوع التعديلات، فبدي تشرح لنا أكثر اليوم عن خطوات، كيف بتبلش أنت بتحط الأساسيات لهي الصورة، كيف بتتابع الموضوع، ونطرق كمان لجانب التعديلات. يعني اليوم عم ينظلم مجال الديجيتال ارت، بيقولوا لك انه اوكي عاملين صورتهم كعرسان بطريقه حديثه وحلوه، بس مو هن،
يعني ما بيشبهوا حالهم، معدلين على الصورة، وبنعرف نحن إمكانيات التعديل بالديجيتال أرت ممكنة ومتاحة بشكل كتير كبير، إنه معدلين عليها لدرجة كتير أوفر. فخبرنا اليوم عن الخطوات وعن التعديلات بشكل خاص، كيف ممكن أنت تلعبه بطريقة تضل طبيعية نوعا ما. تمام. هلا بداية أنا ما بحب تسمية الزبون، أنا لأنه عم ياخذوا فن، فهنا أشخاص. حلو. تمام. انا شخصه. تمام. هلا بدايه عم شوف انا كل شخص شو بحب، شو الالوان يلي بتحبها، شو القصص يلي بتحبها، شو الشيء يلي بيناسبها، شو التعديلات يلي هي حاببتها. وانا التعديلات ما بعملها على الملامح، بعملها برتوش معينه، مثلا صبيه بالميك اب والشبه بقصص ثانيه كمان من ناحيه الالوان وهيك، بس تغيير بالملامح ما بعملها. حلو. هي قولا واحدا. هلا مشان المشاهدين، غير لي ملامح، ضف لي. انا بفكروا اني غيرت، بس انا ما بكون مغير. ممكن كونتور بالشغل وهيك. هي الماكسيموم. اللوحه قابله للتعديل كم مره بالنسبه لك كرسام؟ اذا انا بدي اعدل ديجيتال او فحم؟ ديجيتال. خلينا نقول هلا ولا مره انطلب مني اني اعدل او اضيف مثلا. قابله للتعديل. هي قابله للتعديل، لانه بالمرحله الاخيره انت بتضيف الاستيكرات. اذا حدا بده نلغي استيكر او نضيف غيره او نغير لون بيتعدل. طيب. بس اللوحه ذاتها ما بتتعدل. طيب نصر، موضوع ديجيتال مجال مكلف نوعا ما، يعني هو لا خليني اقول لك، في اشخاص موهوبين بهذا المجال، ولكن في اشخاص امتهنوا هذا المجال لانه استخدام الديجيتال هو شيء اسهل من الفحم والورق وهالاشياء هي. فاليوم هذا المجال يعتمد على الادوات التي تملكها، مثل ما بيقولوا، بقدر يساوي الموهبه اللي انت عندك اياها. موضوع الادوات هو شيء جدا مكلف بالنهايه، كتاب، كبرامج حديثه. خبرنا اكثر، بتلاقي هذا الشيء متاح بالنسبه لك؟ بتلاقي انه انا ممكن اليوم في اشياء بالمجال الديجيتال ارت بتشتروها انتم مشتري، بتدفعوا حقها اونلاين لحتى توصلكم يعني على خليني لك الابلكيشن. فخبرني عن هذا المجال، عم تلاقي فيه صعوبات؟ عم تذاكري من ورانا يعني هي الديتيلز تبع الشغل؟ لا مزبوط. شكلي من ورانا. في جهاز غير التاب اسمه ديجيتالز. تماما. عليه. وهنا بيشتروا اشياء يعني في قصص على النت، استيكرات معينه بتكون. خبرنا اكثر عنها، عم تلاقي فيها صعوبه او عم تلاقيها غير متاحه نوعا ما؟ انا صراحه لسه بكل شغلي ما استخدمت هاي القصص، بلاقي في كثير قصص بتغنيني عن هذا الشيء، لانه في كثير تشابه. وبالنهايه هذا رسم، الاستيكر اللي ما بتقدر انت تشتري فيك ترسم. صحيح. نصر، اليوم عم تستمر بنشر اعمالك على السوشيال ميديا، اقبال على السوشيال ميديا عم بيكون كيف انا بقدر اليوم وصل فكرتي، وصل رسالتي من هذا الفن للمتابعين، وكيف عم تلاقي هيك ردود الافعال عم تكون موجوده؟ هو لازم من فتره للثانيه انت تشتغل انك تجدد جمهورك من ناحيه الجروبات، جروبات الفنانين، وتلتفت للاشياء الترند اللي عم تصير، وتتابع اول باول، وتضل مستمر بهذا المجال، بده متابعه جدا. حلو كثير. طيب نصر، موضوع المعارض الفنيه اللي عم نشوفها من لوحات والوان وريشه وكذا وهيك كثيره، بس يمكن عدد المعارض التي خليني لك عم تعرض لوحات مرسومه بالديجيتال نوعا ما قليل وما شهدنا كثير. بتفكر يوم من الايام تعمل معرض بلوحاتك حتى ولو كان اونلاين؟ ممكن تكون فكره جديده وحلوه، ما بدها مواصلات وما بدها هالاشياء هي. فكر نوعا ما تتطرق يوم من الايام لهذا الجانب، انك تعمل معرض ديجيتال ارت كل اللوحات اللي فيه؟ هلا انا دائما بطمح اني اتطور، ممكن بيوم من الايام يصير هذا الشيء، وممكن يكون المعرض فحم وديجيتال. حلو، يعطيك الف عافيه. وين هلا خطواتك القادمه؟ كون عم ننهي السنه، خبرنا هيك شويه كيف كانت السنه عليك بالنسبه للشغل، ووين رايحين؟ رايحين لنتطور اكثر، نضل عم نشتغل اكثر، صرت حب حالي اكثر، صرت لاقي حالي اكثر بهذا المجال، وعم حاول دائما اني اتطور واقدم الافضل للناس. وهذا الاهم. اليوم وقت الواحد يشتغل على موهبته المفروض يبدا يحصد. هذا بتلاقي حاله. صحيح بالضبط. طيب نصر، بدي انتقل مع حضرتك لموضوع اليوم الشباب كيف عم يعتمدوا على حالهم. شو ممكن تقول للشباب او توجه رساله؟ بتلاقي كثير من الاشخاص ما عندهم، يعني بيمتلك موهبه لكن ما عنده هي الجرأة انه يبدا، بيقول لك خايف وما حيعجب او كذا، بيشتغل وبيطلع شغله حلو بس ما بينشره، ما بيقول انا بشتغل هي الاشياء. بدي هيك ولو اليوم الرساله يلي بتوجهها للشباب انه عن البدايات، وانه واحد ما بيتعلم الا ليغلط مثلا، خبرنا.
تماما. في اي شخص يبلش على السوشيال ميديا دون خوف بتلاقي حالك اكثر، بتكسب ثقتك بنفسك اكثر واكثر، وبتطور بحالك، ولازم تضل مستمر انت بهذا المجال لا ينتهي. التطور بتضل بتتطور كثير لانه هاي المهنه لا نهايه لها. صحيح. يعني يعطيك الف عافيه وكل التوفيق لك اليوم. شكرا. دائما طاقة الشباب السوري بكل المجالات عم تتميز وعم تشهد يعني تطور سريع كثير، محاولة لنواكب يمكن تطور العالمي اللي للأسف شوي عم نكون مقصرين بحقه. كل الشكر لإلك وإن شاء الله كل التوفيق، ونلتقي بمعرض خاص فيك وبأعمال خاصة فيك. نصر سلامي نورتنا لليوم. شكرا. من محافظة اللاذقية لدمشق. شكرا لك لوجودك معنا، وانبسطنا فيك يعني وبزيادة. شكرا كثير لكم. الله يخليك.